ولنأخذ الوظائف مالتها بالأول، ننطي وظيفة لازم وظيفة رئيسية لكل ليار، حتى مرات من نختصر نقول كذا ليار هيك بس، لا بس هو بيه بعد ترى وظائف، وأنا قلت لكم حتى هالوظائف ترى هي يعني أنا ماخذة بس الشيء العام، يعني هي بعد بيها تفاصيل هواية. هنا طبعا احنا ماخذين على مثال على رسالة عادية، وبعدين يعني نمثلها بالرسالة المسج اللي تنتقل بالشبكات. هنا بدنا ناخذ قلنا التي سي بي اي بي، ليش هو مختصر، وثانيا هو الانترنت دا يستخدمه، وبيه البروتوكولات المستقبل حديثا اللي هي ان شاء الله بالرابع راح تتذكر، وايضا بالماده اللي هي راح تاخذوها بالرابع تشفير وامنيه، بالكورس الاول بالثاني تركيز على البروتوكولات اكثر، فهي خبط ما بين ماده الشبكات والامنيه. هنا طبعا نحكي على الليارات، وفي حاله انه ارسال البيانات طبعا قلنا هنا ايضا هذا الليارات كانما تصير مجموعتين او ثلاث مجاميع، المجموعه الخاصه باليوزر، هو مو مجموعه اللي هو ابلكيشن لاير، احنا ده نتعامل ويا احنا اليوزريه المستخدمين، اذا نتعامل مباشره مع التطبيقات ده نستخدم البرامج، فهذا لليوزر. هاي اللي هي النيتورك والداتا نقول فيزيكال، هي للشبكات، لان ده يصير اي شيء انتقال البيانات راح تشوفوها في حاله صار نقل وصول البيانات، تدفق البيانات والى اخره. بينما الترانسبورت لاير هو مرحله انتقاليه بين اليوزر وبين الشبكات، يعني هو ده يجي ياخذ البيانات من اليوزر ويحولها الى الشكل اللي هو النتورك الشبكات ده تفتهمه. تمام. هذا كله احنا حاشي طبعا. هنا ايضا الانكابسوليشن اكثر من مره، نعم حتى المحاضرات اللي قبلها، انه نعرف كل لاير ده يجي ياخذ البيانات ويضيف جزء خاص به، وهاي البيانات ايضا راح تنذكر اليوم، راح يضيف نسميها كنترول انفورميشن، اللي هي البيانات السيطرة، كل واحد يضيف الشيء اللي يخصه، شيء يريد يضيف. طبعا هو الشيء الرئيسي اللي ينضاف ترى هو العناوين، لازم يخلي العناوين، وبعد اخاف عنده فد شيء مهم يضيفه، حتى بعدين من تروح الرسالة، هذا طبعا السيندر وهذا الرسيفر، للمستلم الشيء اللي ممكن الرسيفر يستفاد من عنده او يعرفه شنو المهم ممكن يضيفه بهذا الهيدر، ما عدا المستوى الثاني اللي هو داتا لينك لا يضيف اثنين. تمام. هاي كلها طبعا نفس الشرح. بالنسبه للعناوين احنا عندنا اربع عناوين للشبكات، وهو ايضا احنا من نقول انترنت او بالتي سي بي اي بي ترى مو فقط التي سي بي اي بي، لا حتى الموديل الثاني القديم اللي هو الاو اس اي الفيزيكال. طبعا اليوم هم راح انا هسه احكيها بسرعه بس هي راح تنعاد، يمكن هذا الاخر من الصباح انه حكيت هنا وحكيت بالفيديو ورديت كملت المحاضره. الفيزيكال ادريس واللوجيكال والبورت والسبيسيفيك كلهن بالشبكات بس على مراحل. الفيزيكال اللي هو العنوان المطبوع فعلا بالجهاز من ينصنع، اللوجيكال طبعا هذا ثابت ما يتغير، اللوجيكال اللي هو هذا ماك طبعا يسمى، هذا الاي بي اللي هو لوجيكال هذا ينطي للجهاز من يدخل للشبكه وممكن يتغير حسب الشبكة، هذا ما يتغير وين مكان يروح الجهاز يبقى نفسه، هذا لا ممكن يتغير حسب الشبكة. البورت ادريس العنوان التطبيق او البروسيس اللي انا اريد اوصل له، او ممكن نقول بصيغة ثانية انه عنوان الخدمة او البروتوكول، طبعا اكيد هي الخدمة والبروتوكول موجودة بتطبيق او برنامج معين، هاي ان شاء الله اذا اردت بالرابع هم ناخذها. السبيسيفيك ادريس هو عنوان خاص انا من وصلت الى تطبيق معين، مثلا ايميل، زين انا ايميل منه غير اكتب العنوان، او مثلا انا لاقول التطبيق مالتي هو المتصفح، او هو عندنا بروتوكول يسموه اتش تي تي بي اللي خاص بالتصفح، يعني قلت لكم اذا ننطي هذا نقول البورت ادريس اذا هذا واذا هذا نفس الحاله، لازم انطي هذا العنوان مثلا مع الصفحه، هذا يسموه يو ار ايو العفو يو ار يلا. تمام. فعندنا اربع عناوين، طبعا هاي حسب الليارات، راح نشوف الليارات وايضا انا شرحتها بالمحاضره السابقه حسب الليارات اللي بدك تستخدمها. بدينا بالفيزيكال لاير، وهاي الوظائف مالته الوظيفه الرئيسيه مالته شنو، نقل البيانات البتات من هوب الى هوب، يعني من جهاز الى جهاز. الوظائف الاخرى هذه طبعا
اللي شرحناها. أما داتا لينك هو عبارة عن نقل البيانات أيضا من هوب إلى هوب. هسه بعد إن شاء الله بعد الفيديو بعد هاي الوظائف هسه طبعا ما راح تنذكر. الفريمينج والفيزيكال أدريس والفلو كنترول والإيرور كنترول والأكسس كنترول شرحناها بالمحاضرة الفاتت وراح تنذكر بالفيديو. الوظيفة الأساسية للداتا لينك وهو يأكد عليها حتى تفرقون أنه هو دي يوصل بين النقاط المتجاورة اللي هي يسموها هب تو هب، يعني بين هذا هسه أخذ من الجهاز الرئيسي إلى البصفة. لا مو النهائي، النهائي وظيفة النيتورك لاب اليوم راح نشرحها. لا هو وظيفته اللي بالنص الأجهزة الوسطية يوصل، هذا طبعا اللينك رابط يعني كيبل أو جزء الوايرلس، فوظيفته هو أنه يوصل من واحد إلى واحد ويضمن وصولها إلى أن توصل إلى النهاية. وطبعا يعني هسه تشوفون يعني هو واحد يكمل الاخر. النيتورك لاير ده ياخذ من الاي الى دي مثلا، بينما الداتا لينك لاير ده ياخذ من هذني الوسطيات مثلا اي بي سي دي، يعني بين ذني لازم يوصل. تمام. الفيزيكال لاير اللي هو الماك هو عباره عن رقم مطبوع بالجهاز بالتصنيع مالته، وهو طبعا 48 بت يعني 6 بايت وينطبع على الكارت مال الشبكة. طبعا هذا شكله كل جهاز من يصنعوه راح ينطبع هذا الرقم. طبعا ماكو ارقام الشبكة، بس شنو الشركات هذا ان شاء الله مو بالثالث العفو بالرابع راح يتفصل اكثر بهذا العنوان. الشركات البداية مالتها نفس الشركة تكون مشابهة، الاختلاف بالنهاية. يعني مثلا عندكم شركة اتش بي البداية مالتها الجزء الاول يكون كله نفس الرقم، بس بعدين يغيرون بالنهاية، بس ماكو جهازين عندهم نفس الرقم. هذا مطبوع ما نقدر نغيره. زين. ها طبعا هذا الأجهزة اللي هي أو الفيديو أفضل أشرحها ليش أعيد كل شيء عادي حجي. هسا عندنا نتورك لاير، قبل ما أشرحها خلي نروح على الفيديوهات. طبعا الراوتينج نسيت أرجع له بوي الصباحي، فهسا شفته. فان شاء الله يعني انا اشوفكم يا لكم شفاني. ها اني الديفايس احنا بنحكي على الديفايس اكثر شيء، اكثر واحد بنحكي عليه الراوتر. الديفايس اللي هي الاجهزه والكيبلات وانواعها واي شيء يخص الاجهزه خليته اجلته للمختبر مال الرابع، يعني ما عندكم مختبر انتم. ثانيا يراد لوقت بصراحه وافضل انه تشوفوهن. احنا اني يمكن ذاكرت لكم سابقا انه بدنا نجهز مختبر الشبكات، وان شاء الله اذا الله راد انتم على ما تجي الرابع هو خلصان. احنا هسه بمرحله شويه توقفنا بسبب الظروف وهسه رجعنا بعد على ما نكمله. فيعني ان شاء الله اذا الله راد نشوفكم الاجهزه فعليا، يعني مو فقط انه اشوفكم يا فيديو او اشوفكم يا بصوره، حتى واي شيء اني هذا اجلته حتى يكون كله سوى التركيب اللي هي الأجهزة والكيبلات، وبعدين ندخل إلى البرنامج والباكت ريسر يكون بالمختبر من المرحلة الرابعة. فلذلك أنا هاي مأجلتها. نجي على طبعا هو من دا يحشي على الاس اي نفس الوظائف، يعني ماكو الوظائف الرئيسية نفس المبدأ. الفيديو بصراحة هو بالإنجليزي، حتى الإنجليزي مالته مو كلش لأن هو هندي، بس أنا اللي أريده أنه الجرافات الموجودة وطريقة الشرح كشكل شوية تقرب للطالب أكثر، يعني أكو طلاب ما يفتهمون فقط على الكتابة والنظري. فأني السنة قمت أضيف لكم حتى لرابع فيديوهات على مود أسهل المادة، وبعدين نرجع للمحاضرات لأن إحنا ما معقولة راح نبقى على فيديو أو على شكل، لازم عندنا محاضرات نجيبها بالامتحان. فأني هسه هو راح يحكي وأني أوضح بس اللي أريده، يعني مو كل الفيديو أوضحه، يعني الصوت مو كله هذه. اللي يحب طبعا هاي الفيديوهات اضافيه، اللي يحب انه هاي الفيديوهات انزل الروابط مالتها حتى تشوفوها. تمام. احنا شرحنا الداتا لينك والفيزيكال، ضعوا وياي هو طبعا دا يشرح من جوا لان احنا بالعاده نبدي من فوق على اعتبار انه احنا دا نتعامل وين بالبدايه ويا الابلكيشن بالتطبيقات. احنا كنا يعني احنا ما بدنا نشوف شيء، فاحنا بدنا نستلم منها من البرامج او هذه ودنا نرسل. هذا كله يصير بالداخل، بس هو هنا بالشرح بدينا لا
بدي من الفيزيكال والداتا لينك وصلنا الى النتورك، فاني على هالاساس راح اشوفكم الفيديوهات، واللي مشروحهم اوضح طريقه، واللي راح نشرحها هم شويه في شيء مختصر شويه، هم نراجع الماده ونكمل. زين اللي اعبر الداتا لينك اروح للفيزيكال، احنا بعدين بالفيزيكال صح. طبعا هنا هو كبدايه، هو بعد هسه راح يروح على الفيزيكال الداتا لينك لاير. احنا هسه راح ارجع على الوظائف مات الاخرى اذكركم بها، هو ينطي البيانات او يستلم من الفيزيكال لاير. طبعا الفيزيكال لاير كل الاجهزه والكيبلات واي شيء يخص النقل الفيزيائي بالاجهزه، مشاكل بالاجهزه، مشاكل بالكيبلات، مشاكل بالنقل، هاي معناها فيزيكال لاير. فهنا احنا بعدنا ترى ما داخلين للشبكه، احنا بعدنا بين الاجهزه، فهنا حتى العنوان راح يذكر يا عنوان ده يستخدمه. طبعا هنا بالاول والثاني اللي هو بالفيزيكال والداتا لينك ترى بعدنا بالمارك ادريس، احنا ده نستخدم جهاز، بعدني اني ما داخله من ادخل للنتورك لاير معناها كنكت وبديت ارسل كشبكه بين الشبكات. فهنا وياي هسه الاستخدام مالتنا، طبعا هذا كله بالداتا لينك شوية، هذا بالرابع ان شاء الله ناخذ تفاصيل. طبعا هي هنا هو يستلم البيانات من واحد لواحد، وبالنهاية توصل للفيزيكال لاير اللي هو يغير البيانات الى، نعرف انه كل الاجهزة حتى لو الحديثة لازم ما تتقبل البيانات الا اذا كانت بالاصفر، العفو هي الاصفر واحدة بعدين تتحول الى سيجنالز، فيتحول الى الباينري حتى لو كانت غير انظمه، هم كله يتحول بالنهايه الى باينري، واكيد طبعا هاي ماخذيها بغير مواد، فهو بعدين يحولها هياته الى سيجنال على مود عن طريق، وينقلها عن طريق الميديا اللي هي اما كيبلات، انواع الكيبلات، او عن طريق الهواء اللي هو الوايرلس، وبعدين يرسلها الى الطرف الثاني. طبعا هذا ماخذيه انه اذا تتحول الى سيجنال، وهاي الاشاره هذا ماخذيه بغير مواد، هسه نقلها الى الطرف الثاني. طبعا هي اني هسه هي جايه من الابلكيشن، بعدين ترانسبورت، بعدين نتورك، بعدين داتا لينك، وهو هذا الفيزيكال اللي احنا بالعكس بادين منه، هو راح ينقل الى الطرف الثاني عن طريق الميديا الموجوده والوسائط، فدزها الى الطرف الثاني. هنا العمليه راح تصير بالعكس، انه هذا الطرف من استلم عن طريق الميديا تجي سيجنال، تجي اشارات، يحولها بالعكس هالمره من بت بالفيزيكال لاير، حتى تذكرون التسميات بت فريم باكيت سيجمنت وهنا داتا، طبعا بعدين انفورميشن، هاي انكابسوليشن، هاي دي كابسوليشن. هسه بعدين راح هوايه هذا الحكي راح ينعاد، ومو كله هنا اقوله. البت راح يرجع يتحول الى فريم بالداتا لينك لاير، وبعدين الفريم طبعا هاي يشيل اي شيء اضافي، بعدين يروح يتحول الى بالنتورك لاير الى باكيت، وبعدين بالترانسبورت لاير الى سيجمنت، ومن ثم بالفيزيكال لاير يرجع الى شكل، العفو اعتذر هنا مكتوب فيزيكال، بالابلكيشن لاير يرجع الى شكله الحقيقي اللي هو النا بالتطبيقات نشوفه ونفتهمه. تمام، هذا بالنسبه للفيزيكال لاير. هاي بعدين طبعا هو من وصل بالهذه يفتهمه، احنا نفتهمه يعني. زين هسه نرجع، احنا مو شارحين بالعكس، نرجع الى الداتا لينك لاير. هسه العناوين اللي انا قلت لكم اياها، البدايه بيا عنوان راح تكون، احنا عندنا الفيزيكال الادريس اللي هو الماك المطبوع، وين راح يستخدم بال، طبعا هو بالفيزيكال والداتا لينك،
بس وين بالداتا لينك؟ ليش كاتبه هنا بالداتا لينك؟ طبعا هو هذا شكله، هذا الماك 48 بت بالنظام الهكسا، ويكتب بكل جهاز وموجود ثابت. الأجهزة اللي هي ديسكتوب ممكن انه نطلع الاي سي اللي هو كارت الشبكة وممكن نشوفه، بينما أجهزتنا اللابتوب والموبايلات لا بصعوبة، يعني لازم الا بصراحة تنفتح، واحنا مو اي واحد ينفتح الا اذا كان تصليح يلا يفتحها، لان هو بلت ان يعني هذا بالداخل. بس الديسكتوب لا، احنا عندنا بالمختبر اكو ديسكتوبات يعني ممكن انه نفتحها عادي، هاي ان شاء الله بالمختبر اذا الله راد وممكن نشوفها، بس اكو طريقة ممكن انه ندخل للأجهزة مالتنا ونطلع الماك ونطلع الاي بي. انا كان المفروض انه اشوفكم اياه بس بصراحة ما اريد يعني راح تصير هواية، فهذا اجلته الى المرحلة الرابعة، لان يعني هي هاي استمرارية راح وراح تستخدم الماك وراح يستخدم الاي هواية، يعني اصلا الاي بي اللي هو لوجيكال ادريس محاضرة كاملة، لا مو محاضرة، محاضرتين وثلاثة عليه، بينما الفيزيكال راح يكون من ضمن محاضرات وايضا ينذكر. الشيء المميز انه بالداتا لينك راح يتخلى، يعني هنا يبعه هسه موجود بالفريم، احنا مو ما قلت لكم الداتا لينك الوحيد من المستويات الليارات اللي هو دي يضيف اثنين منا ومنا، الجزء اللي يضيفه هو واحد من عندهم هو لازم يكتب الماك مال الأجهزة، واحد من عندهم الجهاز المرسل والمستلم، اذا هو ده يتعامل ويا الفيزيكال ادريس. طبعا هو حتى الـ هو الفيزيكال لاير ايضا، فاذا ده يضيف بهذا الجزء اللي هو الامامي ايش ده يضيف؟ ده يضيف طبعا هذني هم ده يضيفهن بعدين ان شاء الله نفصلهن اكثر، يضيف الماك ادريس وايضا طبعا هو يضيف الاي بي ادريس. بعدين الاي بي ادريس هو شنو؟ هو عباره عن عنوان ينطي للجهاز من يدخل الشبكه، ويختلف من شبكه الى شبكه، كل جهاز له اي بي خاص به بس يتغير حسب الشبكه اللي يروح لها، بينما الماك ما يتغير. يعني انا شبهته لكم سابقا بالاسم، اسمنا ما يتغير حتى لو سافرنا، بينما الاي بي اللي هو عنواننا اي ممكن يتغير، يتغير حسب المكان اللي انا دا اروح له، بس انا الاسم مالتي ما اغيره. تمام، هاي باع هنا دا ينطي انه هنا ينطبع موجود على هذه الكارت ما شبكه. طبعا هذا بالديسكتوب الحاسبات اللي هي المكتبية. هذا الكيبلات والميديا طبعا الوسائط النقص، سواء كانت كيبل او وايرد او وايرلس. الوظائف مال داتا لينك لاير احنا طبعا شرحناها، بس هنا دا يعددها، واحدة من عندها الفريمينج اللي هي تقسيم، ياخذ البتات كل مجموعة يجمعها سوى يسميها فريم. تمام، إذا عندنا الفريمينج، أيضا عندنا اللي هي السيطرة على تدفق البيانات والسيطرة على الإيرر، وطبعا هذا شرحناه بالمحاضرة الجزء الأول، اللي هو عندنا سأرجعها مش بسرعة. تمام، ف طبعا هذا الحكي هذا اللي اريده، انا اعطيكم فقط الاريده شوية، بعد عندي فيديوهات حتى لا يصير هواية. بعدين طبعا اكو السيطرة على البيانات، تدفق البيانات سواء كان بالوايرد او بالوايرلس، اكو فالطرق او تقنيات خاصة في حالة يصير تزاحم والكثرة الاجهزة، ونعرف احنا هسه ايش قد اجهزة وايش قد شبكات، فالداتا لينك لاير ايضا دي تقنيات خاصة، وأيضا شوية بيفت خاصية ما أريد هسه أدوقكم بها، بالرابع ناخذها تخلي أنه يطرح هاي الطرق اللي هو السيطرة على التزاحم أو تصادم البيانات من يكون الأجهزة، تكون الأجهزة متعددة.
طبعا ها احنا ذكرناها سابقا انه هو عنده السيطره على الايرور كوركشن، وعندنا اللي هو العفو ايرور ديتكشن، اعتبر انه تحديد الايرور اول مره تدفق البيانات، وايضا وصول البيانات، وايضا في حاله امكان ايرور اخطاء بالوصول. زين هسه وراها طبعا ورا ما يكمل الداتا لينك هو ده يحول الى هذا شرحناه كله، هذني اللي هي طبعا هنا موجوده انا شرحتها بالمحاضرات اللي قبلها، الفيزيكال لاير هاي الوظائف مالته، اي شيء يخص النقل واي شيء يخص تمثيل البيانات والسرعه مال النقل واللاين مالته اللاين كونفيجريشن اعدادات الوسط هذا اللي هو ده يصير بين الاجهزه، ايضا التوبولوجي مال الشبكه والترانسميشن مود سواء كان سمبلكس او هالب او فول، كل اي شيء طبعا يخص هذه هاي بالنسبه يخص من هو الفيزيكال لاير. اما داتا كلير هسه اللي قلناه الوظيفه الرئيسيه هي نقل البيانات من هوب تو هوب، يعني من نود لنود اللي هي الجهاز الى جهاز متجاور. فريمينج والفيزيكال ادريس والفلو كنترول والايرور كنترول والاكسس كنترول مشروحه، وقلت لكم هاي الوظيفه مالته. تمام نجي على النتورك لاير، انا راح ابدي منه لان هو شارح قبل الترانسبورت لاير، فانا راح ابدي بالعكس. النتورك لاير انا ذاكرتها سابقا اللي هي هو توصيل البيانات او ايصال البيانات من السورس الى الديستنيشن، هو اهم شيء عنده انه وصل للمكان الاصلي الرئيسي الصحيح، بس انه ذني اذا مر محطات او شبكات واكيد راح يمر، خاصه احنا عندنا نتعامل كبه على مستوى الدول، يعني ارسال مو شبكه صغيره محليه، لا احنا بنوصل الى مستوى على اقاليم محافظات طبعا اكثر اذا دول، فهذا راح يصير الارسال كم شبكه راح يمر بيها، والراوتينج اللي هي توجيه البيانات التوجيه الصحيح للهدف راح يصير اصعب طبعا. فلذلك ظهرت طرق لتوجيه البيانات، طبعا احنا مع الاسف هنا خوارزميات ما لحق ناخذها، بلكي اذا الله راد بالرابع اطرحها، انه من يصير اكثر من طريق، من يصير اكثر من طريق، وخاصه اذا مثلا قلت لكم كومبلكس اذا صار معقد وشبكات هوايه، فطرحوا خوارزميات خاصه بتوجيه البيانات. طبعا هو انا ما اقدر هسه، بس يعني مثلا خلينا نقول لكم مثال على افضل طريق اقصر طريق او حسب الكلفه، شوفوا شلون يحسبه وينطي افضل طريق افضل مسار اللي هو راوتنج يسموه. طبعا هنا احنا الجزء مال البيانات بالنتورك لاير سميناه باكيت، اذا عنده هو اللوجيكال ادريسنج اللي هو الاي بي، هسه قلت لكم ينطي الكل جهاز عنوان، طبعا العنوان بيه نوعين هذا ان شاء الله بالرابع راح ناخذه، بي الاربعه والسته، طبعا السته الاحدث بس احنا راح نشرح الاربعه لان ابسط، واثنين مستخدمات، وايضا عندنا الباث ديترمينيشن تحديد الطريق اللي دا تصير بالبيانات، الراوتنج عن طريق الراوتنج اللي هي التوجيه. زين الراوتنج ارجع لكم لها لان نسيت بالصباح اشوفكم اياها. يعني هنا طبعا لازم ينضاف عنوان السيندر والريسيفر وين من اجي انا عندي بالجزء البيانات مالتي بالها، راح اضيفه بالبدايه بالهيدر اللي هو هذا الجزء اللي ينضاف بالانكابسوليشن. تمام انا ما اريد ادخل لان هو شويه حاجه هنا على ما اريد ادخل طبعا هذا شكل الاي بي ادريس، هذا هاي ارقام عاديه ارقامنا يعني ذاك، بينما الماك هو بالهكس، هذا الارقام العشريه باربع اجزاء ونستخدمه بالشبكات. أنا أخذ فقط الجزء المهم. ضاعوا وياي هنا مثلا عنده، شوف هنا تحديد المسار. أنا عندي من السيندر للريسيفر ليرسل بيانات.
اكو اكثر من طريق، وقلت لكم انا اذا صارت اكثر من شبكات كل ما تكبر وتتعقد راح يصير عده طرق. زين شلون يحدد افضل مسار؟ هاي طبعا هي هاي الراوتنج التوجيه، التهيئة هاي عن طريق خوارزميات الراوتنج، طرق مال توجيه. يعني هي طبعا هاي بالمناسبه هسه لو تكتبون واحده من عندها تلقون كوما، هذه معروفه، هاي طبعا الثلاثه المعروفه تطورت نفسها، صار تحديثات عليها. أنا العام كان عندي مشروع على هذه الخوارزمية الأولى، وأيضا سابقا قبل كم سنة هم كان طرحت مشروع، بس مع الأسف يعني ما أخذ حقها هالقد، بس العام لا والله اشتغلوا زين. فهذه الخوارزميات هي طبعا هي لا عبالكم بهالسهولة فقط اسم، لا هي يعني تفاصيل هواية بها. الخوارزميات هي حسب هذه مال الخوارزمية، يعني هي المبدأ مالتها على شنو تشتغل. مثلا انا اقول ما راح اشرح وحده معينه، بس اقول لكم وحده من الامثله. انا من جهه اشوف يا مسار راح يعني الرساله تتسلك حتى توصل الى الريسيفر. مثلا عندنا هذا الطريق زين، هذا عندنا هذا الطريق زين، او طبعا هو ماكو هنا طريق وسطي، هو لو هذا لو هذا، او ممكن انه تدور وترجع، ما اعرف يعني هو حسب. فهنا يعتمد على وحده من يا خوارزمية افضل يا طريق افضل، يعتمد على الكلفه، يعتمد على اقصر مسار او الى اخره. تمام، اذا هي هذا تحديد الطريق اللي بدها تسير به، من نقول باث ديترمينيشن يعني تحديد الطريق اللي بدها تسير به البيانات حسب خوارزميات التوجيه. تمام، فهذا هو الراوتينج. بس انا خل ارجع لان الصباح نسيتهم، هذا فيديو على الراوتينج يعني فشي task this hopeful to make the most efficient transfer of the data to your device forms the backbone of the internet. This data flow is governed to make the most efficient transfer of the data. It is apparent from this animation. هاي طبعا هو ممثل البيانات يا اصفر، وحدا ينتقل من الشبكه شبكه، وهاي الابراج طبعا. So this governing of the data from the source to the destination through such a complicated network is not an easy. هو ده يمثل انه هنا بين هذه وهاي، طبعا كل هالمسارات اللي شوف كم مسار هنا. طبعا هاي هو ضارب مثال بكيف ما احنا هسه بشبكه الانترنت اللي هي نتورك اوف نتوركس، يعني المسارات بعد اكثر، بعد كم مسار عندنا؟ هذا الراوتينج، هيجي راوتينج معقد. لذلك صارت خوارزميات خاصه من كبرت الشبكات. هي هسه هو شلون يعرف يا مسار راح يعني راح يروح له؟ من يصير من تتعقد الطرق باي موضوع لازم اكو خوارزميات خاليها قياسيه. نجي احنا نشوف يا خوارزميه راح تفيدنا. تمام، انا هالخوارزميه لان يعني قلت لكم ليش ما اخذتها، لان سابقا مشتغلين عليها فعدتها بالسنه اللي فاتت، وايضا قارناها ويا خوارزميه ثانيه وسووا لها سيميليشن. يعني مو بس هيك، لا سويناها اشتغلوها بالباكت ريسر، وان كان شويه تاخر بسبب الظروف بس اشتغلوها الحمد لله. تمام، هذا الراوتينج. طبعا هنا شلون راح يعني يبسطوا يقربوا الى فشي. احنا انا ليش انطيكم ذني؟ يعني مرات من نحكي هوايه والطالب ما يفهم اذا مو شكل واذا مو رسم. انا حتى بالمحاضره ايش قد اقدر ارسم لكم، يعني هو ابسط شيء اقدر ارسمه هوايه، فلذلك انا بدي استعين بالفيديوهات حتى ابسط لكم. Imagine a scenario where you are trying to reach your home from your office. The roads are full of traffic. In this scenario, you look up. طبعا هنا يضرب مثال على السيارة. إذا تريد يعني إذا تروح لفد مكان وإذا تشوف إنه هذا الطريق مزدحم، فشنو الحال؟ إيش راح تسوي؟ And traffic conditions on Google Maps. اختارت غير طريق. Based on the traffic situation. طبعا هذا الحال إنه هي تعرف الطريق. خوارزميات التوجيه. يعني انا من اجي احدد الطريق اللي انا هسه، احنا حتى اذا هسه نبدا نفترض انه نريد اروح المكان وجينا انسح، احنا هاي كنا نمر بيها طبعا، من دا نشوف ازدحام احيانا نضطر ننتظر، وهذا دا يصير الديلي، وانا ذكرته سابقا انه الديلي مرات يسبب خساره، مو مرات هو دائما يسبب خساره واحيانا فقدان. ف اللي ما يعرف غير الطريق يضطر ينتظر. طبعا هذا فقدان احنا بالشبكات مو هيك يعني مو فد شيء سهل. انا من دا انتظر، وهاي ابسط شيء انه احنا نسوي داونلود او نرسل فد شيء ويتاخر او هاي طبعا كلها احنا يعني خساره بالوقت والى اخره. واكو شغلات اهم احنا بالنسبه لنا، يمكن البيانات البسيطه اللي بيناتنا ممكن تنتظر ممكن تتاخر، بس اكو شغلات ما ممكن تنتظر صعبه يعني سبب بها خساره وفقدان.
هاي هنا تعرف الطريق، لين تعرف الطريق راحت. خوارزميات الراوتينج هسه خلي يكمل، ويعني خلينا نقول وحده من عندهم على الاقل بسيطكم اياها واشرحها. فعرفت الطريق باع هذه الطرق، هاي الباث المتوفره، شافت واحد من الامو واحد يعني الطريق اللي هي تعرفه اللي يوصلها للهدف اللي تريد توصل له انه مزدحم، فاختارت غير طريق. بس هي الطريق ده تعرفه، مو تجي مثلا انه جازف وادور طريق ثاني. مثلا انا هسه بين بغداد وديالى دائما احنا اللي يصير عندنا هاي الحاله. المشكله احنا طريق الطرق اللي هذا مو هوايه هي، فاذا نروح الطريق الثاني يصير اطول. بس شنو؟ نكسب وقت، لان هو حتى الطريق الاقصر صح زين، بس المشكله زحام. فاحنا بصراحه دائما نبقى المشكله ننتظر. اكو سيارات مثلا مرات يروحون على التراب، هم هذول اللي يفضلون انه ياخذ طريق حتى لو متعب او هذه على حتى لا ينتظر. هسه راح يضرب باعوا مثال كانما راوتينج على حالات. The main purpose of having a router set up is to find the most efficient path through which the packets can... أكثر طريق معرف. بالمناسبة هو هنا بالشبكات ترى يعني مو عشوائيا، لا أول مرة لازم يخزن بجدول الراوتر، يخزن كل الطرق المتاحة لهذا المكان. يعني أنا عندي مثلا من السورس إلى الديستنيشن كم طريق أكو أقدر أوصل له. طبعا الطريق هو هسه هذا شلون 1 2 3 إلى آخره، هنا طبعا نمثليها بحروف، فكلها لازم أخزنهن. يجي وراها طبعا هاي يحدد الطريقة أولا، وبعدين الطريقة تبدي هي بكل الأحوال لازم أكو جدول، جدول راح تنخزن به كل الطرق. وبعدين يبدي حسب الطريقة المستخدمها يختار الطريق الأفضل. قلت لكم حسب أنا ما أقدر أحدد، أنا حسب الطريقة المستخدمة. لازم هو يختار الراوتر، يختار الطريق اللي راح تسير به البيانات على يا طريق هو راح يرسلها. طبعا والطريق اللي دا يرسلها بهاي المحطات الوسطيه كلها الى ان يوصل للنهايه، فهو لازم كلها هاي مخزونه. مثلا عندك اي بي اف اي ال ام بي، هذا واحد. هذا الطريق الثاني كلها لازم مخزونه. شوفوا كم طريق كلها مخزونه. فعلى الخوارزميات يحدد انه يا طريق افضل. هو هنا طبعا القرار يمن يا الراوتر. The current packet has to be sent via. This procedure is repeated until the packet finally arrives at the destination. Routing can be divided into two categories, static and dynamic. طبعا هاي دخل بالراوتينج، هاي ما راح ناخذها، ما the change in the network. هو المفروض كان يعني هاي طبعا واحده من الطرق باعه هذا الجدول. شوفوا هاي كلها خازنها زين على شكل جدول، هنا تنخزن ويبدي يحدد. انا هاي ما اشرحها لان ما ادخلكم بها، اللي هو الطرق راح تنخزن وبعدين شوي عندي ثقل طبعا هو هنا يعتمد على يا عناوين، يعتمد على هذا العنوان اللي هو الاي بي ادريس. شوفوا هاي وحده من الخوارزميات لينك اتريق باعوا، يعتمد على الاي بي ادريس ويعتمد على الكلفه. الكلفة هاي ما اريد ادخل بيها. شوفوا يا كلها مسارات يمثلها انه ال طبعا البروتوكولات ايضا اللي هي تدير هذا الشيء. البروتوكولات هي تقدم خدمات طبعا، هاي كلها طبعا دا ياخذ الطرق ودا يشرحها. تمام، اذا مبدا الراوتنج احنا حدنا اهم شيء نعرفه هو التوجيه وافضل طريق، ومن هو اللي دا يحدد هو طبعا الراوتر. المسارات الموجوده يحدد افضل طريق، وقلت لكم هي لازم تكون مخزونه سابقا. زين هذا النيتورك لاير، خلي اكملهم في الدوره حتى بعدين نرجع للمحاضره. طبعا وراها الترانسبورت لاير لان هو مسوي بالبدايه بالعكس اللي هو راح ناخذه اليوم. الترانسبورت لاير اللي هو من اسمه طبقه يمكن تسمعون بعد الحكيمات اللفظ مالتهم الهنود ال
أنا ما أحتاج الصوت. الترانسبورت لاير ياخذ البيانات منين؟ من ال ال من الابلكيشن. طبعا هسه ما اقدر اكتب هنا، يعني اكتب بس فقط على السلايدات اللي هنا. طبعا من الوظائف مال الترانسبورت لاير، طبعا هي الوظيفه الرئيسيه هو بروسيس تو بروسيس ديليفري، اللي هو راح اعيده وبالمحاضره راح اوضح اكثر. بس عنده وظائف اخرى اللي هي سيجمنتيشن وفلو كنترول والايرور كنترول، راح اشرحها ان شاء الله بالمحاضره. ياخذ البيانات باع وياه، طبعا ده ياخذها من الابلكيشن لاير ويسوي لها سيجمنتيشن اللي هو تقسيم الى اجزاء صغيره. زين، وطبعا هاي الاجزاء الصغيره بها لازم تفاصيل. باع هنا البورت اللي هو ادريس التطبيق بالابلكيشن اللي انا استخدمه. فلو كنترول يعني منطي مثال، طبعا حكيناها سابقا، هو شلون السيطره على تدفق البيانات في حال كان انه اكو فرق بالارسال بين السيندر والريسيفر وبين اللينك الرابط. يعني هذا مثلا دا يرسل 100 ميجا بايت بالثانيه، هذا يقدر يستقبل 10 وهذا يقدر ينقل هنا 10 مثلا، بس في البدايه لا هو كان 50 عفوا. فهنا لازم يسوي بيناتهم توازن. يعني هذا دا يرسل مثلا، خلي اعطيكم مثال، أنا عندي فد بضاعة، هذا كلهن ما يريد يبقى بالمخزن، يريد يطلعهن كلهن 100، خلينا نقول بخلال الطلعة الواحدة مثلا، يجيها يخليها بشاحنة، الشاحنة ما تقدر تشيل أكثر من 50، فهاي البضاعة هو طلعها برا يعني، هو أرسلها بعد يقول أنا ما عندي مكان، ما عندي مجال إنه لازم أطلعها. جت الشاحنة أخذتها، المشكلة اللي يستقبل اللي هو المستلم ما عنده مكان، يقول انا ما اقدر استلم بس 10، فالبضاعه كلها الصور وهذا كله راح تبقى برا. شلون احنا ضربناه مثل من اجي اني ارسل للكيو، طبعا هو احنا من راح نرسل بياناتنا راح تصير وين تنخزن؟ بالمحطات الوسطيه، الاجهزه الوسطيه اللي هي الراوترات. الراوتر له في الطاقه استيعابيه محدده، فاني اذا نمل الراوتر شلون هسه اني من اقول لكم هذا مثلا بالوسط اللي هو الشاحنه انملت بعد ما بها مجال، فتضطر انه تتكدس البيانات هنا برا، كيفما اذا اكثر من مكان دا يرسل كلها راح تبقى برا. هذا هو طبعا يسووه لوست او تنتظر، فهو لو ديلي لو لوست، وهو بالحالتين هو خساره. هذا المستلم بطيء فما يقدر من يقدر يعالج ويستلم بعده، فراح يصير فرق. هنا الفلو كنترول هو التوازن بيناتهم بحيث ما يصير يعني انه يسوي في الطريقه بحيث انه هذه يسوي توازن بيناتهم بحيث بطرق معينه، ما راح ادخل بالتفاصيل. احنا قلنا بدنا ناخذ فقط الوظيفه الرئيسيه انه يسويهن كلهن بحيث انه ماكو يعني نقلل من الخساره قد ما نقدر. طبعا البروتوكولات الموجوده هنا هي تي سي بي ودي بي، هاي ان شاء الله بعدين تشرح بالرابع. عندكم الخدمات المقدمه بالترانسبورت لاير اللي هي نوعين يسموها كونكشن اورينتد والكونكشن لس، راح نشرحها ان شاء الله اليوم. زين، هاي طبعا البروتوكولات اللي دا يشرحها، هاي ماكو داعي. وهنا طبعا بعدين وراها راح ينطي الانترك لاير واحنا شرحناه اصلا. زين، بقالنا حتى نطلع من الفيديوهات. ها هو هنا ليش؟ وهنا طبعا دا يشرح الـ OSI موديل، فما اخذ بقية اللايرات ماشي. خلنا ناخذها بعد احسن حتى بعدين نروح المن فقط الى طبعا اني اذا الـ TCP IP ما ابي ذني الاثنين، لا البرزنتيشن ولا السيشن، مباشرة الابلكيشن. واحنا نعرف الابلكيشن هسه اذا نرجع الى الجراف هذا، لا عفوا الجراف اللي هو هذا، شوفوا وياي بالـ TCP IP احنا ذني الاربعه بعدين الابلكيشن، يعني هو دا يقوم بشغل ذني الثلاثه، بينما بالـ OSI لا موجوده ذني الاثنين وموجوده هو بعده يعني بعده يستخدم. لذلك احنا بكل الاحوال راح نشرحها. فهسه خلي نبدي بالابلكيشن. عفوا ان شاء الله الطلبه راح توصل.
ها طبعا الشبكات قوي هاي هاي انه عبارة عن اجهزة وهنا هاي الكيبلات والسوفت وير طبعا التطبيقات احنا نستخدم تطبيقات وهاي عن طريق التطبيقات دا يصير جدًا نصل شو بيانات هاي مو هو بادي بالـ OSI نفس الشيء احنا نشرح ترى الابليكيشن هياته هذا الابليكيشن لاير هو يعني هو الطبقه اللي مباشره ويا اليوزر اللي هي بها ذكرناها سابقا تطبيقات النيتورك طبعا هو منطي فقط ذني بس هو هسه احنا صار هوايه المتصفحات والسكايب وغيرها طبعا المتصفح هذا البروتوكول يشتغل به هذا بالرابع ان شاء الله تاخذه كل برنامج كل ابليكيشن ب تطبيق العفو كل برنامج له نفس التطبيق ببروتوكول يقدم خدمات زين ومرات اكثر من هذا البروتوكول مو بس واحد عندكم منطي مثال مثلا عندكم الايميل هذا البروتوكول يشتغل به وعندنا التصفح ال HTTP كنا هياته هسه اذا تشوفون فوق انا هنا طبعا ما مبين بس موجود بدايه كل وين اروح؟ خل اروح على هذا سبعة اذا اجي اكتب عنوان هذا يكتب عربي ذاك شوفوا ياي هذا هياته هذا كل متصفح يبدي ب HTTP هذا بروتوكول للتصفح طبعا هذا احدث هذا امن يعني بي سكيورتي وين شلت ثاني خل ارجع له وهذا لنقل الملفات وهذا هذا طبعا راح نشرحها اليوم اللي هو بصوره سريعه هذني التيلنت والاس ام تي بي وما اعرف شو واحد هم يمكن ثلاثه لو اربعه انا مقضيتكم هوايه التيلنت شو اسمه البعيده السيستم البعيده او الاتصالات البعيده هذا طبعا للايميلات وهذا للتصفح والاف تي بي لنقل الملفات طبعا ها هذاك الابلكيشن لاير موجود ترى هنا وهنا البرزنتيشن لاير موجود بالاو اس اي هاي انا قلت لكم اياها سابقا هو عباره عن تغيير شكل البعو يسوي فورمات للبيانات وبي ترانسليشن وبي كومبريشن وبي تشفير هو البرزنتيشن هو يعني هو اللي يغير شكل بس عفوا يغير شكل البيانات احنا ذكرناها سابقا انه هو يغير شكل البيانات طبعا هاي وين هاي بالاو اس اي شكل البيانات يغيره من الشكل اللي هو كان بالتطبيقات الى الشكل اللي راح يصير بالشبكات ترانسليشن هو طبعا الترجمه او التحويل داتا كومبريشن اللي هو الضغط طبعا هاي راح تاخذوها الانكربشن راح تاخذوه اللي هو التشفير تحويل البيانات من شكل الى شكل اخر هاي البروتوكولات طبعا المستخدمه اول شيء الحلو انه هنا السيشن شنو وظيفته هو فتح اي شيء على يخص الاتصال هون راح ناخذه اليوم اذا لحقناه طبعا راح يظني راح يصير اثنينها بالاخير فاحتمال يصير بالفيديو الاضافي اداره الجلسه فتح اي شيء يخص الاتصال بين طرفين تحويل إدارة الجلسة بسرعة تمام الحد هنا طبعا أني كتوضيح بسيط هسه شرحناه هسه راح نجي على النظري نحن أول وتالي ناخذه كمحاضرات زين النيتورك لاير أني هسه شرحته
احنا واصلين نتورك لاير قلنا هو عبارة عن مسؤول عن توصيل من السورس الى الديستنيشن، يعني بين طرفين انا لازم اوصل اضمن انه وصلت البيانات من المصدر الى الهدف اللي اريد اوصل له. النتورك لاير راح يوصل هذه الباكيت، طبعا هنا اجزاء البيانات راح تسمى باكيت، عن طريق المرور على بمولتيبل نتورك يعني عده شبكات. في حاله انه كان السيستم هو داخلي بنفس الشبكه، يعني انا من اريد ارسل من جهاز الى جهاز بنفس الشبكه، يعني داخلي مثلا بالبيت، هنا ما راح نحتاج النتورك لاير، ليش؟ انا بنفس الشبكه داخليه تعتبر، فالنتورك لاير ما احتاجه هنا، ما راح اطلع خارج الشبكه وانتي هنا. النتورك لاير وظيفته ترى بين الشبكات المتعدده، هنا اذا شبكه واحده ما احتاجه. هنا طبعا البيانات راح يستلمها منين؟ اذا منا جاي من فوق من الترانسبورت لاير راح ياخذها ويضيف للهيدر. انا قلت لكم الهيدر هاي طبعا انكابسوليشن، اضافه جزء البيانات ببدايه من نقول هيدر يعني براس بالجزء الامامي قصدي. شنو هي الهيدر؟ طبعا الشيء الرئيسي راح نضاف هو العناوين، لازم اضيف العناوين. كل لاير راح يضيف العنوان اللي يريده حسب النيتورك لاير، يا عنوان يستخدمها صراحة نكمل يستخدم الاي بي ادريس اللي هو نفس اللوجيكال ادريس، وبعدين يرسل الى الداتا لينك لاير. من يكمل هنا بعدين للفيزيكال ورسالة البيانات، هذا راح يصير العملية بالعكس. الوظائف الاخرى الخاصة بالنيتورك لاير هي اللوجيكال ادريس اللي هو الاي بي ادريس، وطبعا هذا بالشبكات. احنا عندنا الماك، زين هسه عندنا كم ادريس صار؟ الماك حتى لا تنسوهن هو اللي يستخدم وين؟ باللاير الواحد الاول والثاني الفيزيكال والداتا لينك اللي هو شقد حجمه 48 بت، طبعا هذا تفاصيل اكثر بالرابع. الاي بي ادريس اللي هو نفس اللوجيكال ادريس، زين هذا طبعا افتراضي ينطي للجهاز بالشبكه، هو عباره عن باللاير الثالث اللي هو بالنيتورك لاير، وش قد الطول مالته 32 بت، وهو طبعا هذا بالنظام العشري بينما هذا بالهكسا. زين هنا طبعا قلنا كل جهاز في حاله الفيزيكال ادريس بالداتا لينك لاير، اي مشكله تخص الشبكات داخليا هو باللايرات الاولى، بينما هنا بعدين من دخلنا الى النتورك لاير راح يبدا الارسال بين الشبكات، وعندنا راح ينضاف لنا لازم عنوان لكل جهاز يدخل للشبكه لازم اضيف له اي بي عنوان. زين هذا طبعا العنوان هو يكون خاص بكل جهاز، شلون التليفون يعني هسه احنا ارقام تليفوناتنا كل واحد له رقمه، ماكو تشابه يعني لازم اكو اختلاف على الاقل برقم واحد. هنا طبعا من هو الجهاز اللي راح يقوم ويستخدم هذا العنوان اللي هو الراوتر، ويتأكد انه يوجه البيانات باستخدام لازم عند العناوين اللي هو الاي بي، هو ينطي العناوين طبعا، وبعدين يوجه الباكيت الى المكان الصحيح. طبعا انا بالمناسبه احنا بدنا نحكي بصوره عامه، بدنا ندخل بالاجهزه، الاجهزه ما ادخل بها هسه لان قلت لكم لازم يعني نشوف كله عباره عن نظري. العمل ان شاء الله بالمرحله الرابعه، وانا قلت لكم ان شاء الله اقترحنا اقتراح وما اعرف يعني ان شاء الله بلكي يعني ينعمل بي لو لا انه ينضاف مختبر على الاقل ساعه المرحله الثالثه على مود نبدي شويه. زين الراوتنج هسه قلت هاني عباره عن توجيه البيانات لتوجيه البيانات عن طريق الراوتر يوجه الباكتس زين الى الهدف النهائي الصحيح. طبعا لازم عنده المسارات، يعرف المسارات الموجوده عنده ومخزونه. الراوتر هو عبارة عن جهاز يستخدم عندما تكون الشبكات المستقلة يعني ترتبط فيما بينها ويوجه بين الشبكات طبعا، يعني هو نيتورك اوف نيتوركس، العفو قصدي من تكون يعني شبكات مرتبطة فيما بعضها. زين احنا قلنا سابقا هسه نقولها انه النتورك لاير وظيفته من السورس الى الديستنيشن، يعني من الاي الى الدي. زين هذن بالنص خلونا نعبرهن، لا طبعا من هو اللي وظيفته يراقب انه بده توصل البيانات بهين المحطات الوسطيه؟
هذا الداتا لينك لاير. الداتا لينك لاير يجي وظيفته هوب تو هوب ديليفري، يعني شنو؟ يعني بين الاجهزه يوصل ويتاكد انها وصلت وما بيها ايرور ما بيها مشكله. اي كمل هسه وصل من البي الى السي عن طريق اللينك طبعا الروابط. وصلت من وصلت كمل. طبعا هاي شبكه صغيره فكيف ما اذا مجموعه شبكات. زين هو الداتا لينك لاير وظيفته بالشبكات الداخليه دا يوصل، بينما النيتورك لاير بين الشبكات وصل من الاي الى الدي. زين وبعدين اذا اكو بعد توجيه ثاني كمل. وطبعا لازم مخزونه. اذا الهوب تو هوب ديليفري اللي هو كانما من ديفايس الى ديفايس بالداتا لينك لاير، والسورس تو ديستنيشن ديليفري اللي هو من الهدف الى النهائي الداتا لينك لاير طبعا باستخدام الاي بي لازم عنده هذا العنوان. شلون هنا ممثلين بالبدايه باعوه من الاي الى البي، هذا طبعا هذا هنا الداتا لينك من الاي الى البي ومن البي الى الاي وبعدين من الاي الى الاف، هذا الداخليات. بينما النيتورك لاير وظيفته انه يتاكد انه وصل للنهائيه ويوجه يستخدم الطرق المتاحه عن طريق الراوتر. طبعا قلت لكم شفتوا الجدول تخزن بجدول، وبعدين انه توصل البيانات الى المكان الصحيح اللي احنا نريده. زين طبعا هنا نستخدم هسه قلتها اني الاي بي ادريس اللي هو عباره عن عنوان يستخدم من تكون الشبكات المستقله، وايضا يعني قصدي شبكه مو شبكه داخليه، لا شبكات وحده بالاخرى ترتبط. ماكو فد جهازين عندهم نفس الاي بي، والجهاز الاي بي عباره عن 32 بت، كل جهاز له عنوانه. زين اكو ملاحظه طبعا هذه انتبهوا عليها، هذه بالشبكه الوحده مو بين الشبكات. الفيزيكال ادريس راح يتغير من وحده الى وحده، من هوب الى هوب، يعني قصدي من ديفايس الى ديفايس. زين او من مثلا هاي المحطات الوسطيه، بينما اللوجيكال ادريس يبقى نفسه. شلون فيزيكال ادريس هو الماك اللي هو عنوان الجهاز. انا طبعا اكيد من انقل من جهاز الجهاز اكيد راح يتغير الماك مالتهم. يعني هسه انتم اذا جيت انتم وقفتكم واحد يم الاخ ومن جيت هذا اسمه شكل وهذا اسمه شكل وهذا اي طبعا. بينما اني اذا العناوين مالتكم هي ثابته. زين هسه انا دا اقول انا من جيت من راوتر الى راوتر، زين مثلا يتغير طبعا كل واحد عنده الراوتر هم عنده هو ماك عنده الفيزيكال ادريس مالته، وحتى اذا كان هنا دا يجي من جهاز وبعدين ارسل للراوتر وبعدين الجهاز النهائي. اما الاي بي ادريس بقى نفسه. ليش؟ الاي بي ادريس مال هذا الجهاز النهائي مال هذه الشبكه هو نفسه ما تغير، لان انا ما رحت لغير شبكه، انا بعدني هذا جهازي بعدني انا بهاي الشبكه، ليش دا يتغير؟ ما تغير. بس الاجهزه الوسطيه من دا ينتقل من جهاز الى جهاز الى دا يتغير. تمام عيني؟ فهذه الملاحظه انه الفيزيكال ادريس دا يتغير من هوب الى هوب، بينما اللوجيكال ادريس هنا لا ما دا يتغير. بس يتغير شبكه اللوجيكال ادريس اذا رحت لغير شبكه، بين الشبكات يتغير. يعني انا بشبكه البيت عندي اي بي، واذا رحت لغير شبكه عندي اي بي ثاني. هذا طبعا هنا مثال عندكم هذا الاجهزه الاند سيستم اللي هي طرفيه احنا اجهزتنا، وعندكم هاي الوسطيه. فمن اقول هوب تو هوب يعني من هذا الى هذا، هذا الى هذا، هذني كل واحد عنده عنده ماك مطبوع بيه بداخله. طبعا هنا الماك ما مكتوب، هذا عنده ماك وهذا عنده ماك. فاني من ذا انتقل من ذني بين ذني وبين هاي، طبعا هاي شبكه واحده. زين الماك دا يتغير ليش؟ من هوب الى هوب، من هذا الى هذا، من قفزه الى قفزه يتغير. ليش؟ لان انا اروح من جهاز لجهاز. بينما الاي بي تغيرت اي بياتهم؟ لا ما تغيرت، انا بعدني بنفس الشبكه، ليش تغير الاي بيات؟ هذا الاي بي اللي هو ينطي الجهاز بهاي الشبكه، هذا الجهاز بهاي الشبكه، هو راح لغير شبكه؟ لا ما راح، انا ما غير الاي بي. اذا الاي بي بهاي الشبكه ما تغير لان هن ما انتقلن لغير شبكه، هذا هم رقم نفس الاي بي وهذا نفس الاي بي. زين بينما الماك ليش؟ لان هذا عنده يعني نفس اني
عشان اقرر لكم اياها بعد اكثر، انه انا عندي مجموعه اشخاص بس هم كلهم بنفس العنوان او نفس المنطقه. العنوان تغير؟ لا ما تغير، هم بعدهم نفس المنطقه بس هم اسماءهم اي انا انتقل من بيت الى بيت او من شخص الى شخص اسماءهم تتغير. احنا قلنا الاسم صح الكل واحد ما يتغير، بس من جيت من واحد الواحد هذا محمد هذا علي هذا حسين الى اخره، بس انا بنفس المنطقه ليش دا يتغير العنوان؟ انا بعدني بنفس مكاني. تمام. طبعا هذه تمثيل كرسم جراف، بينما هناك انما شبكه هذا الراوتر زين، وهذا العناوين اللي هذه بكل الشبكه اللي العفو العناوين التابعه لهذا الراوتر. طبعا هو ينطي العناوين هاي الاجهزه ديسكتوب برينتر بلاي ستيشن طبعا مربوط عن طريق شبكه، وايضا اذا كان هنا مربوط وايرلس الواي الموبايلات مالتنا وايضا لابتوبات والى اخره على المجهز الخدمه مزود الخدمه عفوا. زين هسه اني هنا وصلت، اني وصلت من جهاز الى جهاز، اني وصلت سواء كان بشبكه واحده او اكثر من شبكه. زين هسه اني من بس شويه مرخصتكم احنا عندنا شويه كان اعتقد الصوت بيأثر. تمام عين رجعت وياكم. ماشي يعني هسه احنا عندنا بس العفو احنا من دا نرسل من جهاز لجهاز، او خلينا نقول مثلا انا عندي امر بطريق زين، او ارسلت رساله ارسلت بضاعه من دياله الى بغداد مثلا، طبعا هو دا يمر طريق مثلا هذا اكثر من طريق خلينا نقول مثلا اكو على العموم. فاني من بدي ارسل من دياله مثلا الى بغداد، انا عندي بضاعه اريد اوصلها فقط اعرف انه العنوان هو بغداد، فاني من جيت اخذ العنوان الرئيسي ارسل فقط الى بغداد، وصلتها عن طريق انه ضمنت انه وصلتها الى الطريق النهائي عفوا العنوان النهائي اللي اريد اوصل له عن طريق مريت بالمحطات الوسطيه وضمنت انه ما صار خطا ما صار ضياع وكل المشاكل اللي صارت في المحطات الوسطيه عالجها الداتا لينك لاير، توجيه البيانات من الهدف الرئيسي الى الهدف النهائي صار عن طريق النيتورك لاير. زين هسه انا من جهاز الجهاز من جهه ارسلت وصلت زين، أنا وين بالجهاز بالضبط؟ يعني مثلا أنا وين ببغداد؟ لازم أحدد المنطقة. هنا من أحدد المنطقة القصد بالشبكات إنه أحدد البروسيس البرنامج اللي الأبليكيشن ده أريد أوصل له، أرسلت بيانات وين؟ إيميل هو؟ لازم أروح على الإيميل. أرسلت بيانات عن طريق يا تطبيق أنتوا أرسلتوها مثلا، أرسلت عن طريق مثلا خلينا نقول برنامج من هاي البرامج التواصل الاجتماعي. شوف شنو هي البيانات اللي انا بدي ارسلها، صوره ارسلتها عن طريق فيديو، يعني هو عن طريق شنو ارسلت البيانات؟ احنا كل ترى احنا بكل الاحوال عندنا ارسال. وين ارسلت البيانات؟ يا تطبيق استخدمت؟ هنا لازم احدد التطبيق. اكو تطبيقات مثلا انا من احدد من هو من ايميل الى ايميل، من فايبر الى فايبر، من واتس الى اخره، بس هسه اكو
لا اكو امكانيه انه اسوي مشاركه هم يعني ممكن انه يكون تطبيق ثاني طبعا يعني خلينا نقول احيانا تستخدم هذه الشيء بس هم حتى لو مختلفات هم لازم احدد التطبيق اللي اريد اوصل له بالجهاز البروسيس اما اقول بروسيس او تطبيق زين من اقول بروسيس او تطبيق هاي وظيفه من وظيفه الترانسبورت لاير يعني النيتورك لاير وصلني للعنوان الرئيسي الترانسبورت لاير يقول لي لا اريد المنطقه انا ما توصلني فقط للعنوان الرئيسي لا يا منطقه بغداد مثلا يقول لي انا اقول له مثلا بالمنصور بس انطيت المنطقه شويه دخلت بالعمق كانما اني انطيت التطبيق اللي استخدمه زين بعدين وراها لازم ابدي احدد انه وين بالضبط بالمنصور اطي العنوان اللي هو به تفاصيل طبعا هذا من هو اللي يريده لازم يحدده هذا هنا طبعا الاي بي ادريس كانما الاي بي ادريس هنا كانما شويه وياي العفو البورت ادريس بورت ادريس اللي هو عنوان التطبيق او عنوان مرات يقولون عنوان البورت اللي هو البورت العفو ادريس عنوان البروتوكول نفس الشيء مو اني هذا البروتوكول وين ده يشتغل ده يشتغل بفلان تطبيق هسه قلت لكم التطبيق مثلا عندكم البروتوكول اللي هو اسمه ام اس ام تي بي ده يشتغل بالايميل ال اتش تي تي بي بالمتصفح هو وظيفته التصفح او ينطي خدمه التصفح فنفس الشيء اذا نقول هو بالتطبيق او البروسس او نقول بروتوكول زين وراها لازم احدد سبيسيفيك ادريس انطيني العنوان انه انت يا مكان او يا ايميل لازم تكتب الايميل الدقيق تمام عيني اذا الترانسبورت لاير وظيفته هو البروسس تو بروسس ديليفري قصدي انه اوصل الى التطبيق الرساله اوصلها للتطبيق اللي اريد الداخلي اذا جتنا رساله من الابلكيشن لاير بعدين اخذها الترانسبورت لاير سوى لها سيجمنتيشن هسه راح نشرحها طبعا وراها يرسل الى النتورك لاير طبعا اضاف العنوان اللي يريده هنا يا عنوان نضيف بما انه هو ترانسبورت لاير نضيف البورت ادريس ليش لان انا لازم احدد التطبيق او البروسيس اللي اريده زين اذا بعد اكو وظائف طبعا اكو وظائف لان هي متعلقه احنا بدنا نقول اكو وظيفه رئيسيه واكو وظائف بعد متعدده هاي الرئيسيه تتطلب انه ذني الوظائف وياها يعني مو احدها انه هو دا يسوي توصيل زين الشيء يستخدم بالتوصيل بالبروسيس تو بروسيس ديليفري هو دا يوصل الى التطبيق كذا تطبيق زين اول شيء بورت ادريسنج هسه قلت اني بورت ادريسنج هو عباره عن البرنامج او التطبيق اللي انا اريد اوصل البيانات ارسلت من الى فلان تطبيق لازم اوصل اذا هنا منطي مثال او يسموها سيرفيس بوينت ادريس نفس الشيء انا قلت لكم هو اما عباره عن عنوان البروجرام او البروسيس او ممكن يكون هو عنوان الخدمه مقدمه طبعا عن طريق منه عن طريق البروتوكول من اقول اني مثلا متصفح فهو HTTP زين رقم البورت يسموه او البورت ادريس من اقول اني عندي ايميل SMTP طبعا مو فقط بالايميل مو فقط هذا يشتغل اكو بعد هذا ان شاء الله بالرابع ننطي والى اخره زين اذا عندي انطي عنوان البروسيس واوصل الى بروسيس معين تطبيق معين بهذا الكمبيوتر تمام زين الترانسبورت لاير بالهيدر هسه انا قلت هنا بهذا الجزء راح يضيفه بالانكربسيشن ايش يخلي البورت ادريس اذا الترانسبورت لاير يخلي البورت ادريس النيتورك لاير شي يخلي اي بي ادريس الفيزيكال هسه راح نرجع لهن اذكركم بهن بالسلايدات الاخيره الداتا لينك لاير و الفيزيكال لاير يستخدم الفيزيكال ادريس وبعد التطبيق الاخير اللي هو نشرح ان شاء الله السبيسيفيك ادريس زين شنو البورت ادريس هو عباره عن 16 بت يتمثل ايضا بالديسيمال ومن يتراوح رقمه من صفر الى هذا الرقم 65535 ويختار وحده من ذني طبعا وحده من عناوين مو بكيفنا طبعا احنا هذا الرقم لا عبالكم بكيفكم لا هو رقم لازم نختاره من كل بروتوكول منطيه فد رقم خاص به اذا هسه احنا قلنا عندنا شنو عندنا الماك اللي هو فيزيكال زين وعندنا الاي بي ادريس اللي هو اللوجيكال وعندنا البورت ادريس هو نفس اسمه بورت البورت ادريس الماك ادريس اكبر واحد بيهن 48 منو يستخدم الداتا لينك لاير
والفيزيكال لاير طبعا هذا اللي اقدر اكتب له اني. الاي بي ادريس هو 32 بت زين، ومن يستخدمه يستخدم النيتورك لاير. هذا عنوان، هذا عنوان الجهاز مطبوع بما يتغير، هذا عنوان الجهاز بالشبكه، انت تغير الشبكه لا يتغير. البورت ادريس عنوان التطبيق او عنوان البرنامج، او حتى لو نقول عنوان او رقم الخدمه او البروتوكول، لانه هو اصلا البروتوكول اللي يقدم خدمه. ف هذا 16 بت قلنا، شوفوا طبعا واحد بداخل لاح واحد اصغر من الاخر، بس هذا بالهكسر اثنينهم بالنظام العشري. زين هنا عندنا سورس اثنينهم المرسل والمستقبل، اثنينهم لازم احدد البورت ادريس مالتهم ضروري حتى اوصل من اني لحدد من هذا التطبيق ارسلت الى هذا التطبيق من جهاز الى جهاز. تمام، هنا اكفد ملاحظه انه اللوجيكال ادريس والبورت ادريس اثنين وظائف يعني مختلفه. طبعا ليش الاي بي ادريس ده يعرف عنوان الجهاز بين اجهزه مختلفه كل العالم. طبعا انا من اجي ارسل لازم اجي ارسل يا عنوان انا اريد اوصل له، يا جهاز اريد اوصل له، هو الهوست نفس اجهزتنا يعني، فلازم انطي عنوانه بالتفصيل. انا عنوان من اقول اي بي ادريس لازم انطي الشبكه مالته، وطبعا هنا تفاصيل بعدين راح ناخذها بالرابع اللي هو الاي بي ادريس، وعنوانه بهاي الشبكه. انا مئات الشبكات مليارات الشبكات لازم احدد هذا عنوانه وين، وما لا تقولوا العنوان متكرر، لا ما يتكرر بنفس الشبكه، ما يتكرر كل جهاز الى عنوانه. زين بينما ورا ما اختارينا هذا انا وصلت للجهاز، زين هسه اختاروا لي انت وين تريد توصل بالجهاز، يا تطبيق انت تريد توصل. زين فلازم احدد بداخل هذا الجهاز ماتي هوايه تطبيقات، انت من ارسلت من هذا البروسيس عن طريق يا تطبيق ارسلت ايميل، فلازم يوصل الى الايميل، لازم اني هذا الجهاز بايميل. اني ارسلت عن طريق وحده من البرامج هاي مالتنا، خلينا نقول مثلا لازم احدد انه انا مثلا فلان من فلان تطبيق فايبر الى فايبر والى اخره. زين الوظائف طبعا هاي الوظيفه الاولى اللي هي بورت ادريس، الوظائف الاخرى سيجمنتيشن اند ري اسامبلي. شنو السيجمنتيشن؟ السيجمنتيشن هي عباره عن تقطيع المسج الى قطع صغيره يسموها السيجمنت، كل سيجمنت لها رقم. ليش؟ انا من جيت من التطبيق جت بيانات، من جت البيانات وصلت الى الترانسبورت لاير اتقطعت صارت اجزاء. زين كل جزء لازم ينطي رقم، سواء كانت كتبت هنا اس 1 مثلا اس 2 او كتبت هنا جزء خاص وحده لازم ارقمهن. ليش؟ هنا انا قطعتهن وبعدين ارسلتهن جزء جزء صغار، احنا قلنا من نقطع نضمن انه خاصه كل ما كبر حجم البيانات، سابقا كانت فقط يعني البيانات اللي ترسل كانت فقط نصيه، بعدين وصلت انه هسه الى فيديو والى اخره، احجام كبيره كلش ضخمه، فلذلك لازم تتقسم وترسل على مراحل. طبعا لازم تترقم. ليش؟ انا من رسلتها وبصوره متسلسله او حتى لو مو متسلسله، بس نشوف حسب الطريقه مال النقل انه شلون بعدين يلمها مره الاخرى. يعني هسه هذا المرسل ارسلها، المستقبل من يعني ياخذهن كيف يلمهن يسوي لها، هذا من هاي السندر هو راح يقطعها، من يجي يرسلها حسب بالرساله بصوره صحيحه، من وصلت لازم من توصل هذا المستلم اللي هو الديستنيشن استلمها ذني كل الاجزاء بصوره صحيحه ما بيه النقص، شو راح يرجع يجمعها يسوي لها الاسامبلي حتى يقرا رساله على الترقيم مالتهم. تمام، فاذا هنا لازم اكو ترقيم يسلسلهم. يعني الفلو كنترول ذكرناها سابقا هسه حتى بالفيديو انه هو ايضا مثل الداتا لينك لاير، اذا ذن اثنينهم بفلو كنترول بس كل واحد بطريقه، ذاك يضمن تدفق البيانات بين الاجهزه، هنا ايضا عندنا يضمن انه ميكانيكيه لتدفق البيانات على البروسيس اللي وصل له، وايضا انه قلت لكم هسه شفتوا اذا في حاله هذا المرسل وهذا المستلم وهذا الميديا اللي دا تنقل هذا الى كميه بيانات محدده وهذا الى كميه بيانات وهذا كميه مختلفه، يعني ما متساويه ما متجانسه بيناتهم. الوظيفه مال الفلو كنترول انه تدفق البيانات يسوي فالتوافق بيناتهم بطريقه معينه
احنا ما راح نذكر التفاصيل. الايرور كنترول هو السيطره على الاخطاء. زين شلون؟ طبعا عده نقاط. النقطه الاولى انه يكون تدف السيطره على الخطا في حاله انه من بين البروسيس. زين عن طريق من البروسيس الى بروسيس استقلنا بين انه يوصل الى اذا كان اكو خطا. شنو السيطره؟ يعني يحدد الخطا وبعدين يصححها ممكن يكون او يعيد الارسال. زين هنا من يرسل يتاكد الترانسبورت لاير من يرسل انه هاي المسج اللي ارسلها طبعا باجزائها انه وصلت بدون خطا. هو هسه وصلها يضمن انه فعلا الاول وصلها للبروسيس الصحيح اللي اريده التطبيق الصحيح، الثاني انه لا من جا وصلها وصلها هي كلها كامله بدون ايرور، يعني لا تلف ولا لوس فقدان ولا ديبليكيت يعني تكرار. زين اخر شيء انه هو يصحح الخطا، اذا هو يحدده وممكن انه يعرف الخطا وين كان بعدين يصححه طبعا باستخدام طرق مال يسموها ايرور كوركشن ميثود. هاي طبعا طرق طويله عريضه يعني هاي راد لها وحدها محاضرات بمحاضره وحده. يعني عندكم بالذات الترانسبورت لاير والنتورك لاير يراد لها وحدها مو محاضره واحده، كل واحد يراد له في المحاضرتين ثلاثه تمام، وممكن يعيد يصححها وبعدين يسوي اعاده ارسال. زين شنو اخر شيء؟ هنا عندنا طريقه الارسال شلون راح تكون؟ اكو طريقتين، اكو يسموه كونكشن اورينتد واكو يسموه كونكشنلس. يعني هنا لازم تكون يضمن الاتصال عن طريق الاتصال، والثانيه لا مو الا هنا كونكشن اورينتد. شلون؟ اول شيء يضمن انه قبل ما يرسل انه اكو اتصال من يجي يريد يرسل من واحد الى من جهاز الى جهاز انه الترانسبورت لاير مال الجهاز الهدف اللي اريد اوصل له انه هو لازم اكو يسوي كونكشن يسوي اتصال، اكو اتصال ويا هذا الترانسبورت لاير وبالتالي انه لازم يضمن اكو اتصال بين الجهازين. زين ورا ما ضمن انه الكونكشن يعني الاتصال انه بدا يتاسس راح يبدي يرسل البيانات بصوره متسلسله. شوفوا وياي هنا سيكونس اوف باكيت سلسله من البيانات اللي هو راح يبدي يرسلها طبعا ويرسلها وحده ورا الاخرى لازم بالتسلسل. هذه الطريقه الاولى لازم بالتسلسل كونكشن اورينتد، اولا اكو اتصال، ثانيا يرسل البيانات اللي هي حسب تسلسلها بالصوره الصحيحه وراها من ضمن انه هن كلهن وصلا وبصوره صحيحه يقطع الاتصال. والنقطه الاخيره انه هو ورا ما ارسل كل شيء يتاكد انه وصلا كلهن بدون هسه اللي قلناها قبل شويه ماكو يعني بنفس الوقت هو وصلهن او سوى اتصال وبعدين ارسلهن ورا ما خلص قطع الاتصال وبالاخير اتاكد انه هن كلهن ما به لا دمج يعني لا تلف ولا فقدان ولا تكرار. هذا هنا اذا نجي على هذا المثال طبعا الكونكشن اللي هو الاول هذا مثلا انا عندي هذا الجهاز اي والجهاز اكس. اولا بالطريقه الاولى لازم يضمن اكو الجهاز من يجي يرسل الترانسبورت لاير لازم اكو بين الجهازين اتصال. زين صار الاتصال، من جاء الاتصال راح يبدي يرسل البيانات بصوره متسلسله الى هذا الجهاز ويضمن انه وصلا كلهن ورا ما وصلا كلهن طبعا لازم متسلسل هنا بالطريقه الاولى قطع الاتصال ورا ما قطع الاتصال اتاكد انه ذني وصلا بصوره صحيحه وما بهن خطا، فاذا اكو خطا لازم يسوي اعاده ارسال. زين هاي الطريقه الاولى من النقل. الطريقه الثانيه لا يسموها كونكشنلس يعني بدون مو الا اكو اتصال، مو الا يعني هنا من يرسل البيانات مو الا يتاكد انه اكو اتصال قبل ما يرسل، لا هو ممكن يرسل وبعدين تبقى البيانات من ينتج الشبكه او من يكنك هو ترسل. زين الثانيه انه يعامل كل باكيت من دا يرسلها بصوره مستقله مو مثل ذنيك لا هذا اني لا لازم انه وحده ورا الاخرى ولازم متسلسلة، بينما بالكونكشنلس لا ممكن انه عادي كل واحدة واحد وحتى لو مو نفس الطريق يعني مو انه كلهن على نفس الطريق ادزهن، خلي كل واحدة تاخذ في المسار. اذا خلي امثل لكم الاول والثاني.
طبعا كتمثيل. الاول شلون احنا من نجي نرسل رساله، خلينا نقول رساله يعني فد رساله انه فد موضوع دي افتحه بالفايبر. الفايبر من يجي ارسل، رسلت النص الاول اني ما اريدها اسويها طويله، بعدين كملت الشبكه ضعيفه فما وصل هذا النص، يعني انا ارسلت رساله زين بعدين كملت الشبكه ضعيفه بعدين كملت الاجزاء زين، فالشبكه ضعيفه هنا هذا الجزء مثلا ما وصل، مرات تطلع لنا هاي الاشاره فوصل الجزء الثاني من الرساله وهذا بعده ما واصل. هنا اكو شغلات لازم بالتتابع، واكو تطبيقات انه لازم اكو اتصال يلا يشتغلان، يعني البيانات ما تبقى بفتره طويله يعني تضيع، ممكن تروح اذا ماكو شبكه. بينما اعطي مثال تقريبي انه في حاله الكونكشنلس لا، مثلا عندنا الايميل، الايميل اني اجي ارسل رساله زين، اولا هي بالايميل باقيه حتى لو شو وقت ما كان اجي افتحها القيها، وثانيا بالايميل اني دزيت رساله ورا فتره، دزيت رساله غير واحد ورا فتره، ذني مترابطات، لا مو الا مترابطات، كل واحده واحد عادي افتحها كل واحده واحد، وثانيا مو الا وجود اتصال، اني شو وقت ما اجي افتح الايميل القى الرساله موجوده. بينما بالفايبر لا، ماكو هيك شيء، يعني اذا بيانات لفتره طويله وكل ما اجي ادورها لا ما راح القيها، تروح. وممكن انه اذا بهاللحظه ماكو شبكه ينتظر تطلع لنا هاي يأشر لنا على الرساله انه ما وصلت. هاي دا اقرب لكم المبدا مال انه الكونكشن والكونكشن لس بالترانسبورت لاير. اذا الترانسبورت لاير عنده خمس وظائف، طبعا انا هنا هذا كلش يعني مختصرتهم، قلت لكم هذا الترانسبورت لاير بالتفاصيل هو النتورك لاير. اذا نجي على هنا طبعا بالترانسبورت لاير لازم يضمن انه وصول موثوق للبيانات، يعني اللي انا هنا مثلا قلنا النتورك لاير جاء عند الاي بي ادريس مال هذا الجهاز وعند الاي بي ادريس مال هذا الجهاز زين، الوظيفته انه يوصل للجهاز النهائي بصوره صحيحه زين. منو لعد هاي المحطات الوسطيه هنا راح يطيران بالهواء؟ لا طبعا، وحتى لو طياره، الطياره هم عندها فد مسار باث وتطير به، فلازم تمر محطات وسطيه. فما قبل المحطات الوسطيه وظيفه من هسه قبل شويه قلناها هو الداتا لينك لاير، هو هوب تو هوب ديليفري، يضمن انه بين ذني شلون انا عندي مثلا من دياله الى بغداد اكو الشارع الرئيسي واكو الفروع والنواحي وكل الامور به. الداتا لينك لاير يضمن لي انه هذني اللي افوت بهن ما صاير بهن قطع، ما صاير بهن مشكله، ما صاير يا ستار حادث، يضمن لي هذني الداخليات من هوب الى هوب يعني. بينما النيتورك لاير لا، هو ده يضمن لي انا وصلت من مدينه الى مدينه والتفاصيل الدقيقه من هو اللي يشتغل بها الداتا لينك لاير. نجي على أنا وصلت للمدينة اللي أريدها، بس وين المكان؟ من هو اللي يوصلني العنوان الأدق اللي هو الترانسبورت لاير، راح يوصلني إلى التطبيق اللي أنا أريده اللي هو هذا الداخل. أنا وصلت للجهاز بس أشوف يا تطبيق أريده أريد أوصل له. النيتورك لاير يوصل كل باكيت إلى العنوان أو الجهاز الصحيح اللي تريد توصل له، بينما الترانسبورت لاير توصل المسج الى البروسيس الصحيح بهذا الجهاز، يعني بداخل الجهاز يا تطبيق اريد اوصل له. ضعوا وياي هنا طبعا ذني كانما برامج او بروسيس ابلكيشن موجوده بكل جهاز، هذا الجهاز A وهذا الجهاز بي. انا جيت البيانات ما تيجي بالابلكيشن لاير، استلمتها واحده من التطبيقات او ارسلتها بالعكس، جدتي على الترانسبورت لاير، الترانسبورت لاير اخذ البيانات، وطبعا هذا الجزء هو الهيدر، هي عمليه انكابسوليشن. الهيدر الخاص بالترانسبورت لاير هو طبعا هنا رقم شقد؟ رقم 4 زين؟ شي يضيف هنا بما انه هو ترانسبورت، وهسه شرحنا وظيفته، وظيفته هو بروسيس تو بروسيس ديليفري، يعني لازم يضيف عنوان من؟ لازم يضيف عنوان البروسيس، يعني عنوان بورت ادريس. بالهيدر بالترانسبورت لاير راح نخلي البورت ادريس اللي هو عنوان من؟ عنوان التطبيق مال ال من يا تطبيق اني ارسلت اي سمول الى جي سمول. الاي والجي هي عباره عن عناوين
التطبيقات اللي انا بدي ارسل مثلا هنا هذا من ايميل الى ايميل، بس طبعا كل واحد حسب جهازه. زين كملتهن يرسلن كما هن كاملات هذا الجزء الى النيتورك لاير. النيتورك لاير اخذ منه وراح يضيف الجزء الخاص بي. شنو وظيفه النيتورك لاير؟ وظيفته انه يرسل من جهاز الى جهاز. يا عنوان راح يضيف هنا هذا هياته، راح يضيف احنا قلنا بالهيدر هي الكنترول فورميشن، والجزء الرئيسي من عندها هو من هو العناوين، عناوين المرسل والمستلم. هنا بما انه انا بالنيتورك لاير فيا عنوان راح اضيف، راح اضيف الاي بي، عنوان الجهاز بهاي الشبكه وعنوان الجهاز المرسل بالشبكه مالته. اي معناها عنوان هذا الاي بي مال هذا الجهاز وهذا الاي بي مال هذا الجهاز. بينما بالترانسبورت لاير سوى البورت ادريس، يعني عنوان هذا التطبيق وعنوان هذا التطبيق. كملهن الرستن المان الى الداتا لينك. بعد الداتا لينك ترى يضيف منها ومنها، يضيف هيدر ويضيف تريلر. بالهيدر يعني وين انا بالداتا لينك وظيفتي شنو؟ أنا وظيفتي إرسال من هوب إلى هوب، وهوب يعني قصدي من جهاز إلى جهاز. زين من جهاز إلى جهاز أنا يا عنوان أستخدم لازم أستخدم الماك أدريس، يعني أنا دا أتنقل بين الأجهزة. بما أنه بين الأجهزة هاي بعدها ما داخلة بالشبكة، مو بين شبكات، فأنا عندي هنا لازم كل جهاز إلى عنوانه مطبوع بداخله. إذا عندنا هسه هنا تنضاف هنا هي ترى عنوان الأجهزة اللي هي بالمسار، تمام. وبالتريلر هذا فد شيء خاص بالايرور كوركشن، فد شيء خاص بالايرور. احنا قلنا الداتا لينك وحده من الوظائف مالته هو السيطره على الاخطاء، فهنا اكو فد شغلات بيانات خاصه بالايرور كوركشن يخليها هنا، ما ادخل بتفاصيلها يعني اراد لها شرح. زين ورا ما كملت البيانات راحت الى الفيزيكال لاير. الفيزيكال لاير نعرف حولها من البيت والبيت الى سيجنال وانتقلت. جاء طبعا هاي كلها انكابسوليشن. جاء المستلم اللي هو الريسيفر اخذها اللي هو جهاز بي يبدي يشيل. هسه المستلم عن طريق الداتا لينك لاير عرف الاجهزه الوسطيه وصلها عن طريق هذا العنوان، شاله بعد ما يحتاجه، وهنا شاف اذا ايرور ما ايرور هم شاله. وصلنا للنيتورك لاير. النيتورك لاير عرف انه عن طريق هاي العناوين المكتوبه انه الجهاز مالتي هو الاي ال بي، هم شالها بعد ما يحتاجها. زين ورا ما وصلنا للترانسبورت لاير، العنوان المكتوب هنا من هو يا بروسيس اني يا تطبيق اريد اوصل له، اروح على العنوان هذا وراح اوصل الى البروسيس اللي اريده. وبالتالي وصلنا الى من الابلكيشن لاير. انا عرفت البروسيس هو جي، زين الجي عنوان منه؟ يعني انا ايميل اكتب العنوان، انا صفحه اكتب العنوان مال الصفحه. اذا بالابلكيشن لاير عندنا السبيسيفيك ادريس لازم احدده. يعني انا دزيت ايميل وصلت اخيرا الى الايميل اللي هو البروسيس او الابلكيشن، بس لازم تكتب لي ايميل منه، تمام. عيني هاي الوظائف المتسلسله مال اللايرات. الابلكيشن لاير وظيفته هو مسؤول عن انه يمكن اليوزر انه يسوي اكسس، يعني يوصل يكنك ويا الشبكه، وايضا هو التعامل مع التطبيقات مباشره. طبعا هنا البروتوكولات اللي هنايا قلت لكم هاي حسب التطبيق، الاس ام تي بي والايميل التيلنت، ويا اذا يريد يوصل الى فد ريموت سيستم فد شيء بعيد، الاتش تي تي بي متصفح. زين وايضا يضيف الهيدر اذا يحتاج الى هو الابلكيشن. بالحقيقه هنا ماكو هيدر طبعا، يعني او يضيف الهيدر، لا بالهيدر بالابلكيشن لاير راح يضيف من هو، راح هسه انا قلت اعتذر، السبيسيفيك ادريس اللي هو العنوان الدقيق اللي اريد اوصل له. يعني انا مثلا اكتب هنا ايميل مال فلان كذا جيميل او ياهو الى اخره، حتى من يوصل لا لازم يوصل لفلان عنوان اريد اوصل له، تمام. اذا الابلكيشن لاير مسؤول عن شنو؟ مسؤول عن توفير الخدمات لليوزر. الخدمات تكون عن طريق منه؟ عن طريق هاي البروتوكولات. خدمات مثل ميل سيرفيس، خدمات البريد الالكتروني، الاف تي عفوا نقل الملفات او الوصول لها او توصيلها، الريموت لوجن اللي هو الوصول الى الاماكن البعيده والانظمه البعيده او الوصول الى المتصفح الشبكه. زين شنو البروتوكولات؟ التيلنت طبعا هذا اللي هو ريموت اللي واصل، خدمه مقدمه او بروتوكول يقدم خدمه
الخدمة تمكن اليوزر أنه يوصل إلى الأنظمة البعيدة من جهازهم زين أو الأجهزة البعيدة. الـ HTTP هذا المتصفح وين بالهذه الشبكة يجي يتصفح يكتب العنوان طبعاً عن طريق البراوسرات اللي هي المتصفح اللي أكتبها هذا الـ HTTP. أما الـ SMTP طبعاً هذا للبريد الإلكتروني، هاي المختصرات بالمناسبة. Hypertext Transfer Protocol هي راح بالمناسبة تتوضح أكثر المرحلة الرابعة إن شاء الله هاي البروتوكولات. هذا المن مختصر مال هذا SMTP هو Simple Mail Transfer Protocol خاص بالإيميل البريد الإلكتروني، وهو يضمن أنه إرسال البريد الإلكتروني الإيميلات. أما هذا طبعاً هو الـ FTP هنا مذكور، هذا البروتوكول يقدم خدمة التوصيل ونقل الملفات. زين هسه نجي طبعاً أنا ذكرتها أول بداية المحاضرة هسه راح أعيدها، أنه علاقة الليارات بالعناوين وشان تستخدمها. هسه أنا قلت الفيزيكال لاير اللي هو والداتا لينك لاير دي يستخدمون الفيزيكال أدريس اللي هو الماك. ليش؟ لأن أنا هنا يدا نقل بين الأجهزة ونقل داخلي، يعني أنا بعدني ما رايحة من شبكة الشبكة. من جهة رحت على النيتورك لاير لازم عندي الجهاز يدخل وبدأ يتنقل، فلازم عندي دخل إلى الشبكة أنطي عنوان. عندنا الآي بي أدريس هو بالنيتورك لاير أو هو نفسه يسمى لوجيكال أدريس، وهذا فيزيكال أدريس معناها الماك. بالنسبة للترانسبورت لاير قلنا وصلنا إلى الجهاز بس لازم أحدد التطبيق الأريدة أو البروتوكول. طبعا كل بروتوكول اكيد موجود في التطبيق معين يقدم خدمه. البورت ادريس اللي هو للتطبيق الابلكيشن او البرنامج الموجود او البروسيس الموجود، لازم احدد البروسيس اللي اريده زين. هو طبعا اسمه هو هذا بورت ادريس، او هو مرات يسموه رقم البروتوكول. طبعا والبروتوكول مثل عندكم HTTP الى رقم زين، هو هذا يسموه البورت المنفذ. ما اريد ادخل بيه هنا هذه كله هسه اقول لكم كله بالرابعي ما هي كل عد ليش كورسين يعني واحد يكمل الاخر. فهذا ال HTTP ويا من ويا برنامج ويا المتصفح اللي هو ويا المتصفح الابلكيشن مالته هو المتصفحات تمام البرنامج مال البرامج مالته. اما بالنسبه الى البروسيس وصلنا الى البروسيس، انا هنا وصلت مثلا بس كتبوا لي يا عنوان، انا اذا متصفح زين يا شبك يا لو تكتب لي عنوان الصفحه، لو اذا مثلا البروسيس مالتك هو ايميل اعطيني عنوان مال ايميل، لو مثلا كذا لازم تعطيني العنوان الدقيق تمام عيني. هذا طبعا مختصر مال الليارات مال من مال تي سي بي اي بي. الفيزيكال هو نقل البيانات عن طريق الوسائط، وايضا كل الخصائص الالكترونيه والكهربائيه، يعني قصدي اي مشكله تخص الاجهزه والنقل هنا مسؤول عنها الفيزيكال لاير. داتا لينك لاير هو نقل البتات يحولها فريمات وينقل من هوب الى هوب يعني من جهاز الى جهاز. بعدين هنا النيتورك لاير راح ينقل من الهدف السورس الى الديستنيشن زين، وايضا لازم يختار الروت الطريق اللي يعني يمشي بيه. الترانسبورت لاير هو وصل للهدف بس لازم احدد له البروسيس اللي اوصل له او التطبيق، وبنفس الوقت يسوي له ايرور ريكفري، يعني شنو في حاله صارت انه اكو اخطاء يحدد الخطا وبعدين يبدي انه يصحح الخطا او يعيد الارسال. الابلكيشن لاير هو تفاعل مع مباشره مع المستخدم، او نقول يسمح لي بالاكسس الى النيتورك ريسورسز كل مصادر الشبكه او الوصول الى الشبكه. هذا تي سي بي اي بي. صعب ايش هسه بالخمسه مو صحيح لو الا ربع يومكم. عندنا بقى لنا فقط الليارات اللي متبقيه، اي لا بقى ثلث ساعه يعني انا اقدر ولا يمكن تعبتوا، بس حتى يعني خلينا نقول تصير المحاضره كامله وياكم. الاو اس اي موديل بي فقط ليارين فرق ضع وياي، يعني هسه احنا شرحنا ذني كلهن، تبقى ذني الليارات اللي هي الفرق عن هذا بس نشرحها، لان ترى ذني كلها نفس الوظائف زين. الاو اس اي طبعا هذا شيء تاريخي، يعني مجرد انه دا يقول انه هو بال 47
هاي المنظمة هي اللي أوجدتها بالبداية، طبعا هو أول واحد، و كان الكل انطرح لكل الشبكات نموذج، وهو طبعا بالمناسبة هي الشركة يسموها ISO، بس الموديل من انطرح هو OSI موديل، أو أحيانا هم ينقرأ بغير طريقة، بس هو المعروف عنه هذا. وبعدين أيضا انطرح هذا الموديل، لا ها بالبداية العفو، هاي شيء تاريخي طبعا ما بطلب من عندكم، يعني لو يمكن كان شلت هاي المقدمة عنه، بس هذا انه الشركة العفو المنظمة بدأت بال47، بس الموديل انطرح بال70. طبعا الاي اس او هي منظمة، والاو اس اي هو موديل. هاي المنظمة الرئيسية اللي هي وضعتها، والاو اس اي هو موديل للشبكات. تمام، احنا ذني شرحناها، فقط ذني اللايرات اللي بقت اللي ما شرحت زين. السيشن لاير مسؤول عن شنو؟ مسؤول عن الدايلوج كنترول والسكرونايزيشن، يعني السيطرة على الحوار والتزامن. بس راح نشوف شنو القصد من عندها. هنا طبعا راح تجي البيانات من على اعتبار انه احنا وين هسه، لنشرح على الاو اس اي موديل، يعني هاي اللايرات فقط موجودة بهذا الموديل. تجي البيانات منه وراح يضيف الهيدر الخاص به، وبعدين ينقلها الى الترانسبورت لاير. بعض الوظائف مالته فقط اثنين. الدايلوج كنترول هو راح يخلي سيستمين او جهازين انه يدخلون بحوار، يعني من نقول حوار يعني انه يضمن اول مرة يكون اتصال بيناتهم زين. اولا لازم اتصال بيناتهم بين جهازين او بروسيسين، اما يكون هالف او يكون فل، وعرفنا الهالف والفل. اذا الدايلوج كنترول هو لازم اكو حوار بين طرفين زين، وذني الطرفين لازم اكو وجود اتصال قبل هالسيشن. هو من اسمه احنا ذكرناه سابقا انه يفتح جلسه بين طرفين زين، لازم اكو اتصال وبعدين يفتح حوار، يعني بين جهتين اكو حوار واكو تواصل، وهذا التواصل راح يكون حوار بين الكوميونيكيشن، اتصال بين بروسيسين او بين بروسيسين، يعني احنا هسه قلناها تطبيقين، وممكن يكون اما هالب او فول. وذكرنا شنو هالب فول. الهالب يعني مره فقط واحد مرسل وينتظر هذا يستلم، يلا هذا يرسل له، يعني ما يصير يكون سيندر وريسيفر بنفس الوقت، بينما الفول لا عادي يكون سيندر وريسيفر بنفس الوقت، اللي نسميه فول دوبلكس. تذكرون الشيء الثاني اللي هو التزامن. هذا شنو التزامن؟ انه راح يجي يسمح للتطبيق او للبروسس انه يضيف في النقاط يسموها تشيك بوينت هنايا بين ستريم اوف داتا، يعني سلسله او تدفق. شلون الستريم هو عباره عن سلسله من البيانات، يخلي في النقاط احنا شلون نسميها في النقاط تشيك زين. هذه النقاط مهمه، اخاف انه طبعا هنا يقول اذا اكو فيلر، اذا اكو فشل بترتيب او خلل بهذا الجزء، فممكن انه هذا الجزء ينعاد ريترانسميت all data since the last checkpoint. يعني هو مثلا خلي ارجع لكم على هاي حياته بعد هذه تشيك بوينت، هذه مو هي مو سلسله من البيانات، يخلي نقاط هاي يسموها تشيك بوينت، يجي يفحص مثلا هسه هذا الجزء بي مشكله بي خلل، اذا ما بي فحص هنا طبعا عن طريق هذا، اذا بي ما بي عادي، واذا ما بي لا عن طريق هنا راح يعيد ارساله. شلون احنا من نخلي هسه بالطريق من داخلون السيطرات، يعني هاي السيطرات بالطريق ده تضمن انه هذا من جاء فتشي انه هاي التدفق او سير المركبات او اي شيء بالطريق انه هو ده يمر بصوره صحيحه. هنا ايضا انه هاي السلسله من البيانات ده تمر بصوره صحيحه، لو اكو مشكله، اكو بالتسلسل مشكله، اكو بالارسال مشكله، بين ذني يعني خلينا نقول شلون كل فتره راح يجي يشيك البيانات زين. فاذا ما اكو مشكله عادي، ولا اكو مشكله راح يسوي لها ري ترانسميت، اعاده ارسال البيانات الموجوده اللي خاصه باخر جزء منها. يعني هنا هو متشيكها
ليشوف هذا الجزء بي مشكلة، إذا مي مشكلة يعيد السالة، إذا ما بي مشكلة هو يستمر يكمل. تمام عيني؟ إذا هاي الوظيفة نجي على presentation layer. طبعا هذا session layer. presentation layer هو مسؤول، أنا قلت لكم وهسه أيضا كان بالفيديو موجود، عن أنه أي شيء يخص التركيب والمعنى مع البيانات يغيره بين نظامين. شفت البرزنتيشن لاير انه شلون يحول البيانات، وعنده اي اكثر من وظيفه اللي هي ذكرناها يخص تركيب او معنى البيانات راح يغيره. طبعا هو في مرحله وسطيه بين انه يغير شكل البيانات من الشبكات الى الجزء من اليوزر، من الشيء بالتطبيقات اللي احنا اذا نفتحها اليوزر الى الشيء اللي راح يتمثل بالشبكات. فهنايا راح يجي من الابلكيشن وراح تاخذ البيانات وراها راح ترسل الى السيشن لاير. زين، البرزنتيشن لاير شنو هي؟ مسؤول وظائفه ترانسليشن والكومبريشن والانكربشن. اعتقد انا ما داخله، لا هم مطيتهم. الترانسليشن هذه الوظائف مالته. الوظيفه الرئيسيه هي شنو هي قلنا؟ مسؤول عن السنتاكس والسيمانتيك او الانفورميشن، يعني التركيب والمعنى ايضا مع البيانات. وايضا هنا عند الوظائف الاخرى اللي هي كل ذني طبعا مرتبطات واحده بالاخرى، التحويل او ترانسليشن والضغط والانكربشن. ترانسليشن شنو يعني؟ احنا هنا السيندر من يرسل بيانات، زين راح يشوف الشكل الفورمات الشكل مال البيانات اللي اذا تجي يغيرها. السيندر راح يغير البيانات المرسلة وتعتمد على الفورمات معروفة، شيء معروف هسه طبعا من الفيديو كان موجود. هنا المستلم ضعوا وياي. هنا من يجي واحد يرسل، طبعا هنا البيانات هي جت منين؟ جت من الداتا لينك لاير، فمن اخذها هو راح يرسلها عبر الشبكة، فلازم يغيرها من الشكل اللي احنا دا نفتهمه اللي هو موجود بالتطبيقات الى الشكل اللي تفتهمه الشبكه، يعني للانظمه اللي انتم ماخذيها اللي هي الكودينج ما ادري شنو هاي الانظمه. فهو لازم يحولها وبعدين يبدا يرسلها. المستلم راح يسوي العكس، راح ياخذها من هاي الفورمات اللي هو الشكل الغير مفهوم بالشبكات، وبعدين راح يغيرها الى شكل ينفهم، يرجعها الى اصلها. تمام. الانكربشن والديكربشن هو طبعا تحويل البيانات او النصوص او كل البيانات الداخله من شكل مفهوم الى شكل غير مفهوم بالنسبه، طبعا هذا التحويل مؤقت، يعني هو لغرض انه الامان، الحفاظ على البيانات والسكيورتي والخصوصيه. انا من ارسل رساله انا هي راح ترسل عن طريق الانترنت، فمعرضه لهاكر، معرضة للسرقة، معرضة إلى هواية شغلات، فحتى أحميها أحولها إلى شكل غير مفهوم. إن شاء الله راح تأخذوه طبعاً مادة كاملة بالمرحلة الرابعة، طرق مال تشفير أنه يتحول إلى شكل غير مفهوم، يعني هاي الرسالة اللي ترسل الحروف كلها تتحول إلى شكل رموز ومفهومة وترسل. طبعاً لازم أكو طريقة محددة بين السيندر والرسيفر، يعني طريقة. ومرات ايضا بالطرق الحديثه قاموا يستخدمون طرق معقده وبها مفاتيح، ما بس يعني ما اريد هوايه ادخل بالعمق مالتها، راح تاخذون ان شاء الله بعدين. المهم هو الغرض من عندها تشفير البيانات وتحويلها الى شكل غير مفهوم لغرض حمايتها، والغرض ايضا من المحافظه على الخصوصيه مالتها. الكومبريشن هو ضغط البيانات، تقليل حجم البيانات او تقليل حجم البتات. ليش؟ احنا البيانات مالتنا بالنهايه كلها تتحول الى بت، اللي هي لغرض انه تقليل الحجم، خاصة انه طبعا هنا مهم بالمالتي ميديا مثل الاوديو والفيديو لان حجمها كلش ضخمة، فتنضغط، من تنضغط يقلل الحجم. طبعا من تنضغط مو تنضغط عشوائي، لا تنضغط وفق طرق وخوارزميات، يعني مو كيف يجي يضغطها، لا اكو طرق ثابتة راح نمشي عليها، ويقول انا استخدمت بالضغط كذا طريقة كذا طريقة لغرض تقليل الحجم مالتها. هنا ايضا الانكربشن والترانسليشن ترى لا عبالكم بكيفنا، لا اكو طرق محدده نستخدمها للتشفير وايضا للترانسليشن التحويل. نجي على اخر شيء الابلكيشن، اللي طبعا هو نفس الوظيفه بس هنا
بيعيدها انه هنا الابلكيشن لاير هو مسؤول عن يوفر الخدمات اليوزر، وايضا هو يضمن انه اليوزر هو يوصل للشبكة عن طريق التطبيقات. طبعا هنا ايضا منطي مثلا اليوزر او البروجرام، وهنا البيانات تنتقل من الابلكيشن لاير بعدين الى البرزنتيشن لاير. هاي طبعا الوظائف مال منو؟ مال الاو اس اي موديل. الاو اس موديل 7 فيزيكال وداتا لينك ونتورك وترانسبورت وسيشن برزنتيشن ابلكيشن. احنا يعني هم عديتها طبعا اليوم انه الخاصه باليوزر. احنا هنا قبل شويه شرحناها على التي سي بي اي بي، قسمناها بالتي سي بي اي بي. اكو لاير واحد يتعامل ويا اليوزر اللي هو فقط الابلكيشن. التي سي بي اي بي عندنا فقط الابلكيشن لاير، هو خاص بانه هي تسمى الـ تدعم اليوزر او تتعامل اليوزر. بينما بالاو اس موديل لا، ثلاثه ابلكيشن برزنتيشن وسيشن. سيشن ليش؟ لان هن ثلاثه بالتي سي بي اي بي، هي ثلاثه دا يعوضهن واحد والابلكيشن. البيانات هنا دا تسمى داتا، زين. وهنا طبعا مطي الوظائف، هسه ارجع لها، او خلينا نقول مو الا انتوا اخذوا بس الرئيسيات. هذا راح يكون رابط بين ذن اللايرات وبين اللايرات الجوة اللي هي خاصة هذا بالشبكات اللي هي تدعم الشبكات، ذني ويا اليوزر وذني ويا الشبكات. إذا هذا الرابط هو الترانسبورت لاير، وهنا البيانات تسمى سيجمنت. أما هنا اللايرات الخاصة بالشبكة نتورك والداتا لينك والفيزيكال، هنا البيانات أما تسمى داتا جرام أو باكت، وإحنا دائما نسميها باكت، زين. بالداتا لينك تسمى فريم، وبالفيزيكال لاير تسمى بت. هنا طبعا الابلكيشن لاير الوظيفه العامه مالته انه التوصيل او انه للشبكه، مصادر الشبكه، اكنك بالشبكه، تمثيل البيانات داتا ريبريزنتيشن عفوا ترانسليت والكومبريشن والانكربشن. هسه قلت انه تحويل شكل البيانات من الشكل اللي كان بالشبكه الى الشكل اللي راح يصير بالشبكه، العفو الشكل اللي كان بالتطبيقات بالابلكيشن الى الشكل اللي راح يصير بالشبكه. السيشن هو كنترول بعض الوظائف، ما طبعا هذا مختصر. كنترول ذا دايلوج، السيطره على الحوارات، هنايا انه يقيم الاتصال وكل شيء يخص الاتصال من اداره بين اللوكال والريموت ابلكيشن، يعني بين هذا وهذا الجهاز مثلا او التطبيق. السيجمنت هو اند تو اند كوندكشن ريلايبيليتي، يعني هو انه هسه ذكرنا الترانسبورت لاير انه هو يضمن الوصول الى اخر شيء تطبيق انا اريد اوصل له. اما بالنسبه للنتورك هسه قلناها اكثر مره، هو الراوتنج واللوجيكال ادريس. الداتا لينك لاير هوب تو هوب ديليفري والفيزيكال ادريس نفس الوظيفه مال تي سي بي اي بي، كلهن ما عدا البرزنتيشن والسيشن هن اضافيات. الفيزيكال ادريس نعرفه هو الميديا سيجنال والباينري ترانسميشن، تمام عيني. هذا طبعا المختصر هسه كله راح ينعاد انه وظيفه كل لاير انعادت هنا، بس هذا مال ايش؟ مال او اس اي، زين. كل هالوظائف نفسها، هاي نقل البتات، وهذه تنظيم البتات الى فريم وهوب تو هوب ديليفري، هنا نقل الباكيت ويوصلها الى ديستنيشن. الترانسبورت لاير هو يوصل بروسس الى بروسس، والداتا ريكفري الفرق انه ذني هنا ما موجوده كانن، هو يقيم اتصال والاداره اي شيء يخص الاتصال هو بالسيشن لاير. البرزنتيشن لاير هو تحويل البيانات ترانسليت وانكربت وكومبريشن داتا، والابلكيشن هو سجلنا انه هو يضمن الوصول الى الشبكه ومصادرها. اخر خلصت المحاضره، طبعا هذا اخر شيء. هاي المحاضرة.